بتروح إلى الموت بحياة ليليا الأطرش. بتخافي من الموت ليليا؟ أبدا لا أبدا. هو يعني هلا شو هالثقة؟ أنا اختبرته كتير منيح، واختبرته مرتين، وبالمرتين شوف هذا الموضوع يعني أنا ولا مرة حكيت فيه وما بحب إجي عليه وما بحب أبدا يعني أبحث فيه أو حتى أحكي مع حالي. إذا بدك ما نحكي فيه ما بنحكي فيه، وفيها تكون يعني فضفضة ترتاحي. في فترة من الفترات مرضت مثل أي إنسان بيمرض، وطبعا تعرف الأهل بيضلوا حواليك وبيجيبوا لك أدويتك وبيعتنوا فيك، بس كان هاي أول مرة محمد أنا كنت بحس إنه جسمي ما رح يسعفني يومين كمان يعني، وهذا الشعور كتير غريب، يعني كتير غريب إنك أنت تحس إنه كله عم بيقول لك يي ليك ما أنت هلا بكرة بتطيب. شو أي أول حدا بيمرض عادي بتمرض وبتطيب وبتصح وإن شاء الله. أنا كان جسمي عم بيقول لي ما رح أسافك، لدرجة إني أنا صرت أطلب شوف أهلي كلهم يعني واحد واحد من غير ما أقول لهم ومن غير ما أخوفهم إنه أنا هيك حاسة. ليوم من الأيام كنت كتير تعبانة، رحت بدي نام، صليت وحكيت مع الله ودعيت له وقلت له إنه أنا قبلانة يعني قبلانة بحكمتك، قبلانة يا ربي بشو ما بدك، بس أنا كلهم عم بيقولوا لي رح تطيبي وأنا ما حاسة حالي رح طيب، أنا بدي منك إشارة، إشارة لأي شيء. دعيت كتير ونمت، أحلمت إني أنا معزومة على عشاء كتير كبير وفي طاولة كبيرة طويلة من هون لهنيك مليان عليها أكل وفواكه وحلو وشو ما بدك أنواع يعني. فقال أنا طلعت قلت أوه، مرقة بين عم بطلع على الطاولة شو فيها أكل، بقوم بلاقي فاصولية وبرغل، فبقول إنه لا خلص أنا رح أحط فاصولية وبرغل. قال حطيت وأكلت، أكلت منيح وقلت ما معقول شو طيبين. بهالثاني أنا فتحت عيوني لأول مرة بمسك تليفوني وبكتب برغل وفاصولية يعني شو بالمنام. هي بشرة من الله للمريض بالشفاء التام. انت ما بتعرف بهذا اليوم اللي انا جسمي مو قادر يحملني انا كيف قمت فيقت كل البيت وكنت عم ببكي وقلت لهم انا رح طيب، ووقتها حكيت لهم انه انا كنت حاسة اني انا منيحة. اكتشفت انه هن كانوا عارفين انه هذا الوداع الاخير معي، يعني اي يمكن كانوا يمكن لهلا ما اعترفوا لي. هيدي أول مرة اختبرت فيها الموت. أي معجزة هي اللي شافتك بتقولي؟ أكيد. أو الأطباء شو قالوا؟ أي بعتقد يعني معجزة إلي هي. شكراً لله على كل نعمة أعطاني إياها. هيدي أول مرة اختبرت فيها الموت. كانوا أهلك حدك؟ كانوا أهلي حدي. اختبرت الموت للمرة الثانية. كيف؟ هي كانت الأصعب لأنه هي كانت فجأة. على فكرة أنا أهلي ما بيعرفوا هذا الحكي، أهلي حيعرفوه على الهوى هلأ. كنت لحالي وفجأة ما بعرف تفضل إمتى قمت إمتى فقت قدي ضليتني أنا على الأرض قدي وقعت لأني يعني ما بعرف. حرفيا أنا خلص ما عاد عندي أي اتصال بجسدي، ما بعرف شو اللي صار. وقعت وقعة، ولما قمت وطلعت أنا وين، ولأول كم ثانية أنا ما بعرف أنا وين يعني أنا
مش مستوعبة. صار معي مثل فقدان ذاكرة، وفجأة بتختلط عليك القصص، يعني فجأة بيختلط عليك الشام، يعني أنا وين ما وين كنت، بالشام، ببيروت، بدبي، أنا وين؟ بعدين لاستوعبت إنه أنا هون بالبيت لحالي، قدي ضلتني على الأرض ما بعرف، ما بعرف كيف. كمان مسكت هالتليفون وكتبت، كتبت شي بصراحة، وبدي أهلي يعرفوا. في أخد هيدي الفرصة من عندي سؤال، يعرفوا من هون شو كتبتي؟ إيه، بعد ما وقعت فجأة ورجعت صحيت، بطلت خاف من الموت لأني اختبرته ولو لثواني. كان عبارة عن غرفة مليانة ضوء، وبلحظة الضوء كله طفى بلا وجع وبلا أي إحساس. بعدها صرت عم فكر بكل اللي حوالي، كيف رح ينوجعوا، كيف رح يحزنوا، أنا ما بعرف كيف بدي أخبرهم أني ما توجعت وما حسيت بشي، وأنه الموت ما بيخوف ولا بيوجع. حقيقة ولا شيء. أدي صار مرق على الحادثة هاي؟ 4 شهور وما كان فيني شيء. يعني أنا ليش بقلك، أنا كنت فايقة من النوم، كامل صحتي وما فيني شيء، وعم بعمل شيء بيشرب. شعور كتير غريب محمد، شعور عن جد. أنا لأني بهي اللحظة دغري كتبته فلسه بتذكره، يعني من ضو 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 لفجأة طفى، بس طفى، خلص ما بقى في كهرباء. ليلى، لما بنقرا الوجع او الحاله اللي نحن كنا فيها بنرتاح او العكس؟ لا، بترتاح لانه بتقول انه استفادات الله رحمه، بتقول انه الله بيحبك، يعني هدول الاشياء بتقويك. شو اللي بيكسرك اليوم؟ بس أهلي.